السلام عليكم يا طيبين، انا خليفة الهارون معروف كمستر كيوب مع رقمي تي في، وانا عندي سؤال. هل انتم تريدون بي 30 بس بألف ريال؟ شاهدوا الفيديو. انزين، فانتم تعرفون ان عندنا البي 30 برو والبي 30، بس لو نحط التلفونات على جنب ايضا عندنا بي 30 لايت. خلينا نشوف شنو داخل العلبة. انزين، فخلنا نشيل الغطاء ونشوف التلفون موجود، وبحط التلفون على جنب. الهاتف باللون الابيض، وانتم تعرفون انا احب اللون الابيض وايد عشان ما اشوف بصمات. ايضا عندنا ابرة علشان نقدر نشيل الشريحة، وعادة يعطونا الدليل السريع وايضا حماية، بس لان طبعا هاي تلفون للتجربة، فعلشان كذي احنا ما عندنا الكيس. فايضا عندنا USB-C علشان نقدر نشحن التلفون او نحول معلومات من الكمبيوتر الى التلفون او من التلفون للكمبيوتر. عندنا سماعات خارجية مع 3.5 ملليمتر، وايضا عندنا الشاحن. فتفضلوا، هاي الشاحن. وهل هم كتبوا كويك تشارج؟ اي نعم، مكتوب كويك تشارج، معناته احنا عندنا تكنولوجيا الشحن السريع. انزين، براويكم التلفون. انزين، فخلنا نشيك التلفون شوي اقرب. نشوف ان على اليسار عندنا 3 كاميرات. الكاميرا الاولى 24 ميجا بكسل، كاميرا عاديه مع فتحه العدسه 1.8. الكاميرا الثانيه 8 ميجا بكسل الترا وايد، والكاميرا الثالثه 2 ميجا بكسل هاي البوكي او الدبث اوف فيلد لينز، معناتها مو بكاميرا لاستعمال مثل للزوم، ولكن عشان نقدر نشوه في الخلفيه. ايضا تشوفون عندنا السكيورتي البصمه مني، ومن ناحيه الاحساس وايد حلو، لان في فرق في اللمس بين القزاز وايضا في السكيورتي. هل هاي زر؟ لا، ولكن هاي بس باللمس لفتح التلفون. هاي مصنوع من قزاز، ونشوف انه احنا عندنا انحناء في الزوايا من خلف التلفون. ايضا نشوف انه عندنا فلاش مني وكاتبين هواوي. ليش حاطين اللوجو كذي ومو كذي؟ السبب لأن يبونكم تصورون أكثر من بدال ما تتكلمون يمكن. انزين، على اليسار ما عندنا أي أزرار، ونشوف إنه مصنوع من الحديد أو الألمنيوم. من أمام التلفون تقدرون تشوفون البصمات، بس أيضا تقدرون تشوفون من أعلى الشاشة عندنا سماعة، وأيضا عندنا الكاميرا الأمامية. الكاميرا الأمامية 32 ميجا بكسل، فالمفروض ان احنا نقدر نصور احلى سيلفي، بس من ناحية تصوير الفيديو مع الكاميرا الأمامية والرئيسية نقدر نصور فول اتش دي 30 فريم في الثانية فقط. لو انا اشغل التلفون تقدرون تشوفون الالوان. التكنولوجيا اللي احنا قاعد نستعملها الاي بي اس، مو بالاولد مثل البي 30 او البي 30 برو، بس انا اقدر اقول لكم الصورة واضحة جدا. براويكم بعض الصور. ومن اسفل الشاشه تشوفون ان احنا عندنا حنش، اي نعم البزل اكبر من البي 30، بس صراحه مو باكبر بكثير. لا تنسون سعر التلفون 1000 ريال. على اليمين احنا عندنا ازرار عشان نقدر نرفع ونقصر في الصوت، وايضا عندنا زر الطاقه. من اعلى التلفون عندنا الميكروفون الثاني، وايضا عندنا المكان عشان نركب الشريحه. من اسفل التلفون عندنا السماعه، الميكروفون الرئيسي، USB-C، وايضا منفذ للسماعات الخارجيه 3.5 ملليمتر. فالحين خلينا نشغل التليفون. فنفس ما قلت لكم الصوره واضحه جدا. حجم الشاشه 6.15 انش، والريزولوشن 2312 × 1080، معناته البكسل في الانش 415. زين، لو احنا نحرك التليفون على اليمين واليسار نشوف انه في تغيير في الاضاءه والالوان، ولكن طبعا معظم الناس لما يستعملون تليفون يطالعون التليفون على طول وسيده. طبعا ايضا احنا عندنا جلوناس وواي فاي وبلوتوث 4.2. طبعا اذا انتم تبون احسن المواصفات عندكم البي 30 وعندكم البي 30 برو. فمين اللي بيختار البي 30 لايت؟ الشخص اللي يبي تلفون وايد زين وما يبي يصرف وايد صراحه على جهاز. يمكن مو بمهم انه يكون عنده العشره هايبرد زوم او حتى الخمسه هايبرد زوم خمس مرات، ويمكن اهم شيء طبعا الكاميرا العاديه والالترا وايد، فعندكم هالاختيار. البطاريه تقريبا 3340 ملي امبير، معناته البطاريه جيده جدا. تقدرون تشوفون من ناحيه الفرق في الحجم مشابه للبي 30، بس طبعا اصغر من البي 30
برو. الصراحة أنا أحب مسك التلفون في يدي وايد، والتلفون نحيف جدا، وأيضا أقدر أقول لكم صراحة مع الاستعمال اليومي ما كان عندي أي مشاكل. وأيضا بغيت أقول لكم عندنا 4 جيجا بايت من الرام، عندنا 128 جيجا بايت من الذاكرة، والمعالج على ما أعتقد الكرن 710، بس بنحط لكم المعلومات على الشاشة. صراحة أعتقد لو إحنا نفكر بس في السعر فقط تلفون ممتاز. طبعا من ناحية المواصفات نفس ما قلت لكم مو من أعلى المواصفات، بس طبعا للأشخاص اللي ما يبون يصرفون وايد، فعلشان كذي أنا أعطيهم لايك جامد. والحين أنا براويكم بعض الصور والفيديوهات علشان تشوفون جودة الكاميرا. زين، فالحين انا قاعد اصور هالمنظر علشان تقدرون تشوفون الالوان، وبتمشى عشان تقدرون تشوفون التثبيت. اتمشى عادي، والحين بغيت اراويكم هالمكان مع الاضاءه علشان تشوفون شلون التليفون يتحمل الاضاءه. بحول الى الالترا وايد، تشوفون في تغيير في الجوده، بس يعطيكم فكره ان تقدرون تصورون او تحولون من العادي الى الالترا وايد بدون ما تنهون الفيديو وتبتدون من جديد. وايضا تقدرون تسمعون صوتي، فش رايكم؟ وبغيت اصور فيديو اخر، قاعدين نصور البي 30 برو البابا. فيا الغاليين، ان شاء الله انتم حبيتوا الفيديو السريع، وابي اسمع منكم ايش رايكم في التليفون البي 30 لايت. إذا حبيتوا الفيديو عطونا لايك، إذا ما حبيتوا الفيديو بس حبيتوا الجهد عطونا لايك، وإذا تبون تشوفون آخر الفيديوهات في أسرع وقت لا تنسون تسوون سبسكرايب. ودائما أقول لكم في كل فيديو شكرا 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 الغاليين، أنتوا تساعدونا علشان نقدر نسوي هالأنواع من الفيديوهات، فأشكركم وايد. ولا تنسون أيضا تقدرون تتابعونا عن طريق إنستغرام وسناب شات وتويتر وفيسبوك. شكرا، مع السلامة.